والخبر بقى اللي جاي، طبعا انتوا سمعتوا عن الثلاث ولاد الصغيرين عندهم اقل من 14 سنه اللي اتمسكوا على الحدود وهم بيبيعوا معسل، فاسرائيل قررت انها تعتبرهم ولاد يعني تسللوا. ففي محاميه فلسطينيه تطوعت علشان خاطر تدافع على الثلاث ولاد دول، الثلاث ولاد دول اسمهم صلاح عبد الله سليم ومحمد سليم سلمي وفايز عبد الحميد، والولاد كانوا بيبيعوا معسل على الحدود واتقبض عليهم. اتقبض عليهم، واليوم الثلاث الجاي هي محاكمتهم. ويعني معلوماتي بالنسبه لاتفاقيه السلام الدولي اللي بيننا وبين اسرائيل، احنا ما نعتبرش دوله معاديه، فبالتالي من حقنا ان الولاد دول يتسلمونا زي ما سلمنا كتير من المتسللين الاسرائيليين. معانا على التليفون الاستاذه اسمهان عبد الهادي، ودي اعتقد اميره انت اللي هتتكلمي معاها، وهي المحاميه الفلسطينيه التي تطوعت للدفاع عن الثلاث ولاد دول. اهلا بحضرتك استاذه اسمهان. استاذه اسمهان مساء الخير. أنا الأول بشكرك بالنيابة عن كل مصري موجود وبيتفرج علينا دلوقتي على شهامتك، وإن شاء الله يكون موجود في ميزان حسناتك يا رب. أستاذة أسمهان، الأولاد دول قبض عليهم فين يا فندم؟ على الحدود المصرية الإسرائيلية اللي قريبة على غزة أكتر. أوكي. يعني هو الأولاد من شمال سيناء. من شمال سيناء. وقبض عليهم وهم بيبيعوا السجاير او المعسل او كده ولا ايه؟ لا هو المسكوا هن يعني بساعات، يعني هو هن كانوا عم بيحاولوا يفوتوا الحدود وجه الصبح. انا اللي فهمته انه بيقولوا بسينا انه كانوا يحاولوا يدوروا هناك معسل للجنود، ما بعرفش. انا بعرف انه هن اتقبض عليهم وهن معهم كيس معسل واحد. اوكي. هم حضرتك اتقبض عليهم على الحدود المصرية الإسرائيلية من ناحية إسرائيل، وهم بيحاولوا الرجوع لمصر. لا مش بيحاولوا الرجوع لمصر، اتقبض عليهم هناك، ما نجابش سيرة هذا الموضوع. اوكي. طب حضرتك تطوعتي للدفاع عنهم وجلستهم يوم الثلاثاء. أنا أول إشي مش لحالي، أنا معاي أربع زملاء، في شريكي بالعمل المحامي يونس جريناوي وكمان زملاء اثنين، إحنا أربعة. كانوا بيعملوا إيه على الحدود يا أستاذة أسمهان؟ الظاهر انه جايين عشان يبيعوا المعسل. يعني هو حضرتك لسه ما قريتوش ورق القضيه، يعني ما حضرتك لسه ما لمتيش بالتفاصيل الدقيقه بالظبط. واضح التفاصيل الدقيقه انا ما بديش افوت فيها اسا، بس هم يعني الواقعه انه انمسك معاهم كيس معسل، بس الموضوع مش هذا، الاهم من هذا انه هن موجهين لهم بند التسلل، بند التسلل هذا وفقا لقانون اسرائيلي انحط بسنه 54. ايوه. بسنه 54 كان التسلل هو من يتخطى الحدود الاسرائيليه من دوله معادله. معاديه. القانون ده بيعرف مين الدوله المعاديه، بيعدد كل الدول العربيه بما فيهم مصر والاردن. ايوه. القانون هذا ما تعدل وفقا لاتفاقيه السلام ب 78. ايوه. طب استاذه اسمهان، هم حضرتك الاطفال دول مش يعتبروا احداث كده لا يجوز محاكمتهم جنائيا؟ ما عندهمش الاهليه القانونيه يعني ولا ايه؟ لا القانون في اسرائيل اللي ما عندوش اهليه قانونيه تحت ال 12 سنه، ال 12 سنه لغايه ال 18 سنه بيكون احداث بيتحاكم بطريقه يعني اهون اسهل، بس بند التسلل هو اللي بيصعب الامور. يعني لو كان البند مثلا مقيم غير شرعي زي اي واحد جاي من اي بلد اوروبي من غير فيزا فايت على البلد، بيكون مقيم غير شرعي يعني بيرحلوه، ما بيعملوش قصه من الموضوع. اذا خلاص ما فيش موضوع. يعني طب هل ممكن حضرتك حاسه ان البند اللي محطوط بند التسلل ده مع اتفاقيه السلام ممكن تطلع الولاد دول ويسلموهن؟ المفروض انه من زمان، من وقت اتفاقيه السلام كان المفروض ان القانون ده يتلغي بالنسبه لمصر، يتشطب مصر والاردن يتشطبوا من القانون. بالظبط. وفقا لذلك بصير اي حد بيتخطى الحدود هنا طالما الموضوع ملوش بالامن يعني بصير مقيم غير شرعي. ومحاكمته بتكون يعني بطريقه ثانيه، سقف المحكوميه اوطى بكثير. هو ده اللي انا عايز اسال حضرتك يا فندم. استاذه اسمهان، هو دلوقتي النهارده الاحداث دول معرضين لعقوبه حدها الاقصى قد ايه لو القاضي الاسرائيلي ما اقتنعش بوجهه نظر حضرتك في الدفاع باعتبار ان مصر لم تعد دوله معاديه ومن ثم الافعال دي ما تعتبرش تسلل؟ ايه السقف العقابي بتاعهم؟ لو من البدايه كانت توجه لإلهم بند مقيم غير شرعي يعني كان ممكن يترحلوا بعد اسبوع او 10 ايام. كويس. اوكي، بس بند التسلل بيعمل الموضوع اضخم. ايوه يا فندم.
سقف العقوبة كتير عالي، ولا مرة القضاء هنا أعطوا سقف العقوبة. بس يعني أستاذة أسمهان، أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. أكيد نعم. الإسرائيليين أو الناس المسؤولين هناك أن هم يوجهوا تهمة زي كده للأطفال، هم عارفين كويس قوي اتفاقية السلام، عارفين كويس قوي أن القانون إيه؟ يعني أنا حاسة أن في نوع من الإيه؟ التعسف، افتعال، مشكلة الاستهبال. انا بس بدي اقول لك شيء، انه يعني اذا بنطلع على التاريخ غالبا كل الاتفاقيات اللي بتتم مع اسرائيل بتم تطبيقها من جانب واحد، يعني زي اوسلو مثلا، اوكي الفلسطينيه احنا بنطبق الاتفاقيه وزياده وهم ما بيعملوش اي حاجه، عشان هم شايفين نفسهم فوق اي حاجه. بالظبط. هو زي ما انا قلت لحضرتك، احنا طبعا بنشكر حضرتك مره ثانيه، وبنتمنى لك التوفيق في دفاعك. طبعا الزملاء اللي مع حضرتك اللي هم موجودين معاكي في القضيه، لكن اعتقد ان احنا كمان محتاجين ان احنا نوجه النهارده طلب او تدخل سريع لوزاره الخارجيه المصريه. اعتقد ان هنا الدكتور الاستاذه اسمهان كتر خيرها، لكن وزاره الخارجيه المصريه محتاجه ضروري تاخد موقف في الخبر ده. ما ينفعش الثلاث ولاد ال 14 سنه يتحكموا او يبقوا معرضين لتهمه خطيره وعقوبه خطيره. احنا كمان مش عارفين الولاد دول بتعمل فيهم ايه، او كم الترويع اللي ممكن يكونوا بيشوفوه، او محتجزين فين، او الظروف اللي لمجرد انهم بيبيعوا معسل. يعني عندنا ايه بقى النهارده؟ عندنا قبل ما نبقى عندنا، اعتقد ان احنا عندنا تقرير، احنا عندنا الوقت ان احنا نعمل التقرير. مهم جدا، اعتقد ان احنا محتاجين ان احنا نشوفه. كباري مصر على قد ما هي كانت رائعه، وعلى قد ما هي بتطل على النيل وشيء جميل، الا انها كمان اتقلبت بقت مكان ترفيهي بديل ما الناس يروحوا يصيفوا، بيصيفوا على الكباري. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع مره ثانيه نتناقش فيه، وبعدين نقول لكم عندنا ايه النهارده. كباري مصر ما تختلفش كتير عن مصر، شايله فوق كتافها احزان ناس وافراح ناس، بتبدا عليها حياه ناس وبتنتهي عليها حياه ناس. انا بقعد كده على البحر كده بشم الهواء الحلو، بدل ما اروح اسكندريه وبتاع بقعد على الكوبري. ما معيش اروح مصر في يوم، ومعايا تلات عيال ودول اطفال وعايزين يشوفوا الدنيا زي بقيه الناس، اعمل ايه؟ بضطر ان انا اخدهم على الكوبري ويشوفوا ويتفرجوا على ناس تانية، ناس راحة وناس جاية، وهي دي حياتي. هوا فسحة حلوة، يعني واحد بيغير جو بدل ما طول النهار في الشقة وجو الخنقة ده، فبيطلع الفسحة اللي بنحب نتفسح فيها ونمشي فيها، ناكل دورة، ناكل ترمس كده، نقف شوية نتفرج على البحر، نركب مركب. ملاية بجيبها من البيت، واي لقمة بعملها ببيتي، وبقعد انا وعيالي، جايبة بطاطس وجايبة كبدة وجايبة فشار، وفي حاجة ساعة وفي شاي عادي. أرخص مكان تقدر تيجي تقعد فيه وتشم هوا وتستمتع، ومش غالي، يعني تكلفتك مثلا أنت تيجي هنا ما بتكلفكش 10 جنيه مثلا 15 جنيه. النهاردة اصطدت سمكية اسمها النومة، وسمكة تانية اسمها قرقور. يعني هم دول بيبقوا متوفرين عامة في النيل باستمرار، يعني إنما البولتي والبياض بيبقى قليل قوي. يعني بتفسح، بتفرج على الحاجات الحلوة، بتفرج على السمك، بتفرج على المية، بتفرج على الموج. ترومبيلي وقف عجلات وبندريون، قدمت شكوتي لحاكم الخرطوم، أجل جلستي لما القيامة تقوم. ببتدي من المغرب، يعني الشغل بيبتدي معايا من المغرب، والحبيبه يعني اللي بينفعهم. انا مهندس ومن عشاق الكوبري، لا مش شرط الغلابه، لا احنا كلنا نفس النوايا. والمكان ده يعني اذا كان فقير او غني، المكان ده روح مصر، يعني كنيل. يعني بمارس هوايتي، انا بحب الصيد من وانا صغير، فباجي امارس هوايه الصيد دي. بنعمل لنا 40 50 جنيه بتكفي العيال وبتكفي مصاريف العيال. الناس الكويسه اللي هي محترمه هي اللي بتشتري مننا، ده مصرف الناس الغلابة. الكوبري بالنسبة لي حياتي. على الكوبري عباس، ماشية وماشية الناس، ماشية تبص عليك، يا فرطة ولا لا. في كباري مصر كل شيء ممكن، في ناس سهارة وناس حيارة، وناس في نني عينها الحزن متمكن.